أوه تحطمت مسيرتها، فيها رسالة من المدربة. فكرنا البارحة في إبعادك عن التشكيلة بعد تشكيكك في المديرة. الموت لا تقولها. طيب اليوم جايب لكم الحلقة الرابعة من قصة أليكس هانتر. طبعا الموسم الأخير هذا نزلت منه 3 حلقات، إذا ما شفتها أرجع شفها عشان تجي تكمل معنا. وآخر شيء وقفنا عنده داني ويليامز. ويليامز طلع ضده أخوه في الأبطال، لو تلاحظون أخوه طبعا مع باريس، فأتوقع أن اليوم راح يطلع باريس ضد مانشستر سيتي، أول مرة راح يطلع أخوه داني، فهذا اللي متحمس له. أنا ودي أشوف من هو هذا اخو داني ويليامز. اوكي في عرض وان تستمر في اللعب العرضيات. اوكي بس هذا اللي كنت بقوله، اصبروا يا اخوان لا تنسون تشتركون في القناه، هذه لازم اقولها، اشتركوا في القناه وخلونا نبدا الحين نشوف هذا العرض. اكيد بيجيبون طاري اخو داني اكيد. شباكي براسي ايمكنك؟ حسنا اخيرا سوف تستخدم راسك في شيء مفيد. احاول بحاول. العب وش مكيف ولا انتقالك الى الفريق الفرنسي الكبير بي اس جي. أفضل المهاجمين في أوروبا يخشونني لأنني لا أتيح لهم فرصة للعب، فالفوز يتعلق بالمواجهات الفردية. هذا أخوه، والتأكد من أن اللاعب الذي تواجهه يعلم أنه لن يمر. شكله مدافع. ما هو شعورك حيال اللاعب ضد أخيك داني ويليامز في دوري المجموعات؟ لابد أنه تحد صعب بالنسبة لك. قد يكون بالنسبة له. شوف البزر. لن أقول أنني أهتم بذلك، بمجرد الفوز ببطولة فلن يزعجك شيء. مثير للاهتمام. إن لم تخني ذاكرتي فإنك لم تشارك فعليا في النهائي، صحيح؟ كان الموسم الأول في إيطاليا وحاولت التأقلم. والله يا عيال يجحد. تلك النقطة، هذه لعبة جماعية، فهمت؟ بأي حال أنا لست أخشى أخي، كيف له أن يصبح أفضل مني؟ يقلوح إبليسة. إن كنت تشاهد داني فأنا أحبك. موت رموا عليه ذي، وش ذا الكريه ذا؟ ويليامز سيدي أتساءل إن كان بإمكاني أتمرن لفترة أطول. داني ويليامز صعد الموضوع. أتمرن وفق المدرب. هذا أفضل. الملعب دائما متاح. أنا لا أسأل عن الملعب، أنا معصب. أسأل فقط إن كان بإمكانك تدريبي. ما كان ذلك ويليامز؟ مستغرب. لا أسمعك جيد. ويليامز بالعادة ما يتدرب أصلا. أنت يمكنك تدريبي. أخبرني فقط بالموعد. أوكي. رائع. هذا جيد. والموت والله داني. اتجاهات شلون يعني؟ ما فهمت يعني المكان اللي بندرب فيه مو بتدرب يعني في ملعب السيتي؟ اوه لا والله بلعب في حارتهم. يلا نتدرب عشان نجلد اخوه داني ويليامز. شو اسمه يا عيال؟ هو تيري صح؟ تيري الظاهر. والله تلعب صح انت يا الاصلع. الموت الرفعة بلعت براس داني. اثبات اني بارتقي عليه لانه هو شكله قلب دفاعي يا عيال، لانه يقول حلو عارفه، يقول اللي ما حد بيمر مني ولازم اكون جيد في المواجهات الفرديه. داني ايه كذا بتسوي فيه باذن الله. ها واحده ثانيه. يلا ما عليه اهم شيء جبت النقاط. ايه هذه قريبه اليس كذلك؟ اوكي في عرض اكيد في سوالف 100%. لا والله ما في، بس بالله طلعنا باريس. بلا باريس الجولة الجاية. تشامبيونز ليج هي البطولة التي ينتمي إليها ذا ويليامز. لن أرضى أبدا بما هو أقل من يا ساتر يا داني. الجولة الجاية شختار. على بالي أنها بتكون مباراة مباراة باريس. طيب يلا نقول بسم الله ونخش على هذه المباراة ضد شختار في أول جولة من دوري أبطال أوروبا. تعرفون هانتر لعبنا أول جولة كانت ضد توتنهام والحين ضد شختار. والله أني متحمس يا عيال ضد باريس، والله أني متحمس. بشوف مواجهة تيري ضد ويليامز، ضد داني اقصد. بس قبل بنخش مباراة كذا، وان شاء الله ان داني بيسجل فيها. من زمان ما لعبت بداني، من حلقتين تقريبا. ركنية ويليامز بثبت لك ان راسياتي مضبوطة يا بيب. شف. لا طبعا دي بروين رفعته بايخة. والله دي بروين رفعته مخيسة. انا لازم اكلج انا ولا وشو؟ اوكي. يا سلام! ويليامز شوت! الله يقلعك. كذا بتسوي قدام تيري. يا سلام دي بروين! كذا بتشوت قدام، لازم نخليه يتأنى بضميره، فهمتوا؟ ابو ساني اصبر. دي بروين ها يا سلام كيفن تكفى. يو حلوه يا ويليامز، حلوه. تخيل انك معك تيري الحين وانت بتضرب راس.
تخيل ها حتى في الخيال تخسر. اي هشوة سهرات الهيالي الابطال حسب سهرات ثانية خفت انا. يا سلام يا سلام رحيم 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 على الاطراف ساني ويليامز جول. تيري انا جايك يا تيري جايك انا جاي جايك والامور تمام. يا اخوان لا تنسوا تسوي لي فولو في قناتي في تويتش. سوي لي فولو ترى ذا الايام نبث العاب غير وكارير ومهنة حارس في تويتش تراها. مندي ساني يلا يا ويليامز اثبت انك سريع. تخيل ان تيري جنبك اقطعها تيري ها ها. يا مشكلة داني الثقل الثقل يعني اذا هو صغير وثقيل اخوه اجل وشو اخوه وشو فوق ما يعني خلاص ما يتحرك في الملعب ولا وشو. اوكي نهاية الشوط الاول 1-0 لنا هدف من داني ويليامز. راح نسوي سكيب للشوط الثاني. اوكي يا اخوان انتهت المباراة 2-0. سجل ثاني وانا سجل طبعا هدف اللي شفتوه. ننتقل الحين للحد ديدي معلش الصوت ضعيف بطول عليه. اتستمتع بالتجربة؟ استهبل اول مباراة دوري ابطال اوروبا. انا اقول انا متحمس للغاية. انا اشعر بحماسة الطاقة حماسة اكبر من هذه الجماهير. هل تشعر بالحماسة في الملعب؟ حماسة ايه؟ شو قلبت مصري انا بعد حماسة وش؟ احسنت القول داني وحظا طيبا في مبارياتك في دوري الابطال. حبيبي حبيبي لا لا صار محترم ذا الصحفي ابشر. ما كتب شيء في تويتر نشيك على تويتر يمكننا مسولف. هل ستشارك المرة الاولى في دوري ابطال اوروبا يا ويليامز؟ اوكي استغل دور المجموعات على اكمل وجه لانك لا تصل ما هو بعد مثال. يا عيال وش 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 الحمار هذا؟ شو الحمار هذا؟ ورا ذا شخص معداني يا عيال ايش قصة اهله؟ يا رجال اسكت بعد انت اص بس خلينا ندرب. اوه باريس سان جيرمان يا اخوان راح تقابل تيري وداني. صباح مرحبا اكيد في عرض 100%. شفوجه شفوجه مع اغنيه غريبه كان الشرير. اتشعرون بالحب؟ عيد الميلاد في منزل الويليامز سيكون ممتعا. الموت شوف ابن الذين يضحك يضحك يدري ان داني تفكيره عنده مهايط قبل المباراه. اخيرا سألعب ضدك يا اخي الصغير. اخ يا عيال يا يعني بصير اروح لو اسحب فيه في ارضهم بعد. مبابي كافاني نيمار دي ماريا اوه تشكيلتهم قويه والله. نيمار تو جاي من النوم. هذا هو تيري يا اخوان اتوقع انه محور او قلب دفاع لانه يقول انا ماني مخليهم يمرون المهاجمين. اللي والله شوفوه قلب. بسم الله الرحمن الرحيم بدايه المباراه الصعبه راح تكون الصعبه. ها ها تيري تعالي تيري ايش فيك؟ اوكي ويليامز ويليامز يو تهديد اول ويليامز. ها تيري ها والله شوفوا طلع اكبر منه يا عيال شوفوا طوله اطول من ويليامز حتى. اوكي ها انا عندك انا عندك انا بيك انا تعالي انا اليوم شخص انا اليوم مع ذا. ساتر ساتر سوف والله شكله مدافع صلب تراه والله شكله مدافع صلب يا عيال. اوكي اوكي والله شوف كيف يغطي ويليامز. اوه داني داني ويليام شوف يسكت داني اص يلا 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 منك يلا منك يلا. اي موضوع يدخل فيه الشخص انا راح افوز على طول. ابى اشوفك تجيني الحين بعد المباراه والله لعبنا امصع الكره في حلقك يا تعال تعال تيري. اوكي كنسل نلعب للفريق بس احسن لانه ما هجم علي. خايف خايف طبيعي راح تخاف لان داني تغير يعني عنده خبره. هو لو عندك خبره خذها مني طيب لا ترجع على ورا. يا الخواف ستيرلينج واو رحيم. الركنيه وين نروح؟ انا عندك انا عندك انا بمسكي والله دخلك في المرمى والله دخلك في المرمى. ها ستيرلينج ويليامز فوق تيري قطعها قطعها قطعها. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه علي. الجايات اكثر الجايات اكثر. الوعد في البيت يا الهطف ولا مو بينيه. اوه معي تيري اوه معي تيري اوه معي تيري تيري ويليامز ارفع. شوف سويعان ما قطعها بس يا ليت ساني مستعجل ما قطعها ما قطعها. خطيره. وتمندي يا وحش من يرتقي؟ داني هو اللي يرتقي. الموت 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 قبل ما ينتهي الشوط قبل ما ينتهي الشوط. ستيرلينج خربها. على من نهايه الشوط الاول داني ويليامز 1 على عائله ويليامز كامله. ما ادري شلون بس على تيري الحاله ذا الهطف. تعال تعال ابيك ابيك بسالفه تعال ابي اسولف معك في الملعب. وقف يا ولد تعال الحين انت ايش فيك انت الحين؟ مديني الكم. اوكي ساني ساني مع تيري مع تيري ويليامز ويليامز ويليامز
أعطيته مهارة الشلهوب، يعني مهارة الشلهوب قديمة على وقت الشلهوب، وهذا لعب الخبرة ما عرفها ما توقعها. قل لي لعب خبرة ذا. يا عيني تيري معي، تيري معي سريع والله الموت. يلا بس يلا أقول لك يا ويليامز والله ما قلت. وش التمرير البايخر ها بيب؟ وشو بتعطيني سكين شيء؟ ترى جاهز انا على طول اذبح. يا سلام يا سلام يا سلام. تسلل، اعطيتها وضعية الهياط لو تلاحظون، بس للأسف تسلل هنا. اوكي يا عمي يا ويليامز يا ويليامز، وش ذا يا ويليامز؟ شوفوا طلعت ياكو سيلفا بعد ما طيحتها على ظهره. خلاص رسميا ويليامز. يا عيال هذا مو بويليامز، هذا ابراهيموفيتش الظاهر. اوكي ودي بروين كسبها. يا سلام بلنتي يا بلنتي يا ها ها. طرد 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 احمر احمر. بوفون يلا يلا على طول على طول على التابوت. ها بوفون حارسهم بوفون يفوزون. شق الشبك شق، مدخلين حارس كم طوله ذا يعني دي بروين، يعني دي بروين. وباذن الله برا المجموعات يا الهطوف. كيف حالك؟ سلم عليك من ما شفتك. نيمار طقها حراسه يا ما عندهم حارس بديل، نيمار هو الحارس. باريس سان جيرمان يا سلام. قلت يعني نيمار يعني. يا سلام يا سلام. اوكي نيمار سبك. نيمار الحارس سبوكه. اصبر اصبر يا عيني تيري في مهب ريح. نيمار شكرا لك شكرا لك يا نيمو. تيري نيمار على باريس. ها نعم تيري. يا داني مالي مالي وحش وحش. خفي هاو شوي دوري الأبطال في مواجهة أخي، ما شعورك عندما فزت عليه؟ والله شعوري كأني فزت على أخوي بس. أوه بهايط أبدا في أننا سنحصل الفوز يا رفيق. والعجوز تيري لم يعد سريعا كما كان، صحيح؟ أقصد أنه يلحق بنا عاجلا أم آجلا. تيري قدم أفضل ما لديه وانتهى ذلك الآن. أوه أنا أقول إنك تحتاج لمراقبة انتهاء صلاحية اللاعبين. الموت لا زلاتان ذا وعن رأيه بخصوص ذلك. سيعرف ما أقصد، سيضحك عندما يسمع ذلك أنا متأكد. داني لا وآخر شيء كذا قطعت رجلة قطع يا أخوان. أتوقع أني اكتفيت من داني. وش رأيكم تودوني موصب كيم؟ حلو اعطونا اعطونا كيم اعطونا كيم هنتر. اوكي في عرض يا اخوان لاني ضغطته على طول دخلني. والعب طقتها نومه. ايوه حلو قلع ام الفله البيض. بس والله النومه يعني تم ذكر اسمك في منشور من قبل. يا اخي من التعب يا اخي عاد فيهم ضحكون كذا عاد خلاص لا تقل شيئا اظهار الجانب الطيب. لا لا يعني انها مزحه مزحه والله مزحه. اي حلوه التقطت صوره جيده، كان بامكانك اخفاء بعض العيوب. هاشي يعني تقبل الموضوع وش منا بشخصين جديده تؤدين بشكل جيد حتى الان. كويس كويس. ستحبين الواي فاي في الطائره؟ ما الأمر؟ المدرسة فيها؟ كان علي تأدية نصف امتحاناتي وأن أؤجل البقية لما بعد البطولة. عندها قدرات إنها الحياة. هل اخترت كليتك؟ هيا أفرحيني. أعجبتني العروض المقدمة من ستانفورد ويو سي إل إي. والدي يريدني أن أقبل عرض بيركلي، يعتقد أن برنامج الأفلام سيناسبني. وش ذا الجامعة اللي يقدمون عروض؟ وينها في ذي؟ الأمر مختلف الآن، هناك فرص لم تكن موجودة في نشأتي. الاحتراف بعيداً عن الثانوية خيار يتطلب التفكير. أوكي كل واحد منهم له هم يا عيال. كم منا وهنتر منطول منا. ويليامز متعلق في خوه. العب وين ساكنين ذولي؟ فندق. أجل هذا أنا مع الشخصية الثانية في حياتي اللي تستحمل اسم أليكس. أوكي جميل جميل الذبة. حلو في عرض ثاني بعد. والله فلا أنا أحب العروض. لو مو بعرض وش السالفة؟ نلعب في السيب. اوكي يا سلام قال لكم فندق يا عيال. والله حلو حلو التدريب. ايوه من فوق. يو كنت بجيبها والله. لازم مورغان جبتها. اتوقع يعطيني 1000 ممكن 1000.
يا الله والله قريب والله قريب. يا كيم ركزي كيم، ابغى اجيبها في النص. اوكي انت التدريب حسافة. اوح اف ماخذ مورغن دعستها دعس في عرض. هي الرمية إيه؟ الحاسمة الأخيرة في كأس سلة القمامة. النتيجة تعادل 36. هانتر تتقدم لتحقيق الفوز. الضغط تضيع يسيطر عليها. أجل الموت يقلع مطفش ياسين يلعبون كذا. من هذا؟ الله ما أدري الصراحة. الحين بيصير في الأغنية عليها كوبرايت ثم نكف. مرحبا إيه إيه نبو الوالد كم بالجوار؟ أبي نعيد حلو طفوا الأغنية إيه عشان ما ذلك سأذهب لأدرس. لا تتأخري عن الاجتماع وإلا دي سيلفا ستعاقبك. حاضر سيدي. أراك تكونين صداقات. أجل أليكس رائعة. بالحديث عن هذا اتصل أخوك، كان عليه أن ينتظر حتى الجولات الإقصائية. إذا وصلنا إلى هذا الحد. وجودك هنا هو انتصار في حد ذاته، تذكري ذلك. حتى لو خسرتي فأنت قد ربحتي. أوه صحي والله تراها بزر وواصل لين هنا. أشوف برضا يجب أستغل فرصة. لست هنا لأجل التجربة أبي. أجل أفهم ذلك، لكن لا تضعي على نفسك الكثير من الضغط. ما زلت في 17 وما زلت تتعلمين وتشقين طريقك. سأظهر للناس ما بوسعي فعله. وستحققين ذلك. تحلي بالصبر. بس لازم ترى إذا ثبت نفسك كنت صغير. حسنا هل قررت؟ الكلية؟ هل يوجد شيء آخر؟ أجل أعني لا، كنت أفكر في الأمر كثيرا ومن الواضح أن بيركلي تبدو رائعة. بروكلي إيه كلية بروكلي. كنت أفكر أو بالأحرى أتساءل ماذا لو أصبحت محترفة؟ تحدثت مع أليكس من قبل وقالت أن هناك محترفة. الكثير أين؟ أتقصدين موضوع سيادة؟ يا ليل ألبوي بها تدرس. لا أعتقد حتى بأنهم كانوا جادين بالأمر. لم يتكلموا معنا لو لم يكونوا جادين. كانوا فقط يفصحون عن نيتهم مبكرا ليكون لهم الأولوية لديك عندما تنتهين من كليتك. لا يتوقعون أنك ستفكرين في الأمر بجدية. أشك في أنهم كانوا يرغبون بذلك. يجب أن تتذكر جيدا أن هذه البطولة ليست نهاية المطاف. علي الذهاب إلى الاجتماع. ترى صادق لبو يعني هي توها بزر مفروض على الأقل. مرحبا. أوكي أقول بلا قلة حياة عاد تسك الباب زي كذا. بس يلا على المدرسة يلا بس مدرسة ولا على مكان ثاني ما بيقوله. والله شكل حلقة اليوم منا بشايفينها أليكس هانتر الظاهر. أفا وراها بديلة. أول جولة ترى في كاس العالم حرفيا بدينا كاس العالم للسيدات. فبس ليش بديلة؟ الأنظار علي. أيوه نحن المنتخب الوطني الأمريكي النسائي حاملو لقب بطولة العالم السابقة، ما يعني أن كل الفرق الأخرى في هذه البطولة ستحاول أن تهزمنا. كلام منطقي. لكن لن نسمح بهذا، سنتفوق على كل الفرق المشاركة الأخرى بالتركيز والمثابرة. نمتلك تشكيلة محترفة، ليس لدينا وقت للتعثر أو فقد التركيز أو اللعب غير المتقن. صح. اليوم سوف نعلن عن نوايانا. هانتر المديرة تريدك مستعدة. أنت جرعة الأدرينالين للاعبات المراهقات. ايه صرفتها يعني دكة انت بس انك يعني دكة بس انك مهمة يعني. ايش ده ليتل نايت ميرز الاصوات. طيب بديل ما عليه اول ظهور العب شخصية هانتر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترى بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نخش. وش متطلباتي انت خدك ايش تبي؟ ابهر انها سجل هدف فتصل الى خط النهاية. حنا فايزين ولا خسرانين؟ اوه حلو فايزين يعني ما في ضغط على كيم الحين. عاد الانجليز عاد انا ما اهضمهم والله. لا منتخب رجال ولا منتخب حريم ولا خلني ساكت. اوه كيم بنزيمة قطعت. اوكي وي ورا طيارتها هناك. ولا هجمة لنا يا اخوان يعني ما ادري هم مهدين امريكا من نفسهم مهدين اللعب لنا فايزين ولا شو السالفة يعني. ودي اسجل يعني باختصار. 5 دقائق باقي وانا ما شفت ولا تسديدة على المرمى ولا شيء حرفيا يعني ما في هجمة. اوكي ما عليه ما عليه كم ما عليه والله كان ودي اني اسجل بس هم اصلا مهدين فهمتوا مهدين الرتم واضح يعني. يلا ما عليه. كم تبلغين من العمر 17 عاما وشاركت في كأس العالم امر مذهل. ما هو شعورك؟ اللعب الى جانب ابطالي حسب مكتوب ايطالي. ركز على فريقي
ركز على فريقي. حاولت ألا أفكر في كل هذه الأمور، كنت مركزة فقط في مساعدة الفريق. أتعلم أكثر مع مرور الوقت. صح. شتبي؟ ما الشيء الأكثر تميزا لك؟ كنت سعيدة للغاية بأننا فزنا، كانت بداية رائعة بالنسبة لنا. والآن في هذه المناسبة القيمة بالنسبة لك، أهناك شخص عزيز على قلبك ترغبين في تحيته؟ وش الأسئلة الغريبة ذولي؟ حقا لا يوجد وقت لذا. صادق انت، شو الأسئلة؟ أنت جاد؟ هل هذا سؤال حقيقي؟ أعتقد لا أعرف ما إذا كنت ستطرح مثل ذلك السؤال على أنطوان غريزمان. والله صدق، ايش فيهم يتهزون فيها. لقد انتهى الوقت الآن، تهانينا كم هانتر. يلا انقلع، يلا انقلع انقلع يا شيخ انقلع. موفقا في المباراة التالية. شكرا. وراهم يسألون هذه الأسئلة، يعني يشوفونها بزر. شو الغبية هذه؟ شكلهم يشوفونها زي كذا. أوه غصب ألعب التدريب، ما يديني أسكب. يلا طيب أجل، بسم الله نلعب هذا التدريب، منها برضو نضمن الأساسي في المباراة الجاية. إذا لم تظهري أفضل ما لديك مع كل انطلاقة، فإنك إذن تضيعين وقتي ووقتك أيضاً. والله في شديدة ذي. مجدداً. شلي مجدداً؟ كرفتهم كرف. هانتر. ها. تسوي فيها مقلب. ها. أعجبت المديرة الفنية بأدائك في المباراة. تريدك على دكة البدلاء. دي دي شايب ذاك حرمة. والله ذا الكفار ما عرفنا لهم ذا الأيام الصراحة، ما تدري من الرجال من الحرمة. المباريات القادمة مفهوم؟ لا تريد أن تضغط عليك قبل أن تكوني مستعدة. تذكري، راقبي وتعلمي. حتى لو لم تشاركي فيجب أن تتعلمي من الآخرين. بتكون دكة المباراة الجاية بالتأكيد. كنت آمل أن أبدأ المباراة لأظهر كل ما لدي. قرار المدربة الفنية لا رجعة فيه. طيب خلاص يا بزر. والله ذي قرار خاطئ. ماذا؟ أعتقد أنني لم أسمعك جيدا. أتشككين في قرار المديرة الفنية؟ أرى أنه لدي الكثير لأقدمه للفريق. أتعرفين؟ أنت لاعبة موهوبة هانتر. أوه ماي جاد يا العيد. أشك في ذلك. أيتها المدربة عودي إلى موقعك. أشكر هانتر على الدورات الخمس التالية. وش دخلهم كلهم يتعاقبون؟ وش ذي في الجيش ذي؟ ما بيتدرب، شوف زاد التدريب يقلع شكلها. بعدين تمسكي لسانك، والله انها بزر صدق، والله العظيم. زاد التدريب بسبتها. يلا الحقيني اذا فمك خير. ايه لطف. يلا يلا منك يلا. عقل عقل يكم، بلا حركات ما لها داعي. يوم جيد في التدريب، لكن هانتر تناولت شيئا هذا الصباح؟ تألقت يا فتاة. يا اشوى حسبها بتصفقها على الكلمة اللي قالتها قبل شوي. افا برا القائمة، افا برا القائمة كيميا. افا خسرنا ثلاث مرات افا ورا بعض. قلت هذه المدربة هي فلسفتها، جلسة تذاكر سوي فيها، حطتها دكة. ايش حطتها دكة؟ شوفكم خسرتوا. في الباب كان ينطق صح؟ ايه جلسة تدرس الاختبارات. اخلص افتح الباب. ايتها المدربة، لن يستغرق الاجتماع ساعة اخرى. لا وشو؟ اجل تجلدني الحين. اتواصلين الدراسة؟ اجل الامر ليس سهلا. كان مشهدا بحق. اسمعي مدربتي، بخصوص الامس انا اسفة جدا. تعتذر لها. اخبريني هانتر، هل يعني اسمه دينيس دانييلز أي شيء لك؟ كانت في تشكيلة العام 2011. أيوة. عمرها 18 من ديترويت، برعت في الكرات الهوائية، ناديناها بالجدار. واو لقب الجدار. كانت الدعامة الأساسية لدفاعنا للعقد القادم. أعدناها للوطن قبل أن تبدأ البطولة لانتهاكها القواعد. لم أسمع عنها قط. هذا لأنها تعد العصائر في مكان ما في سان فرانسيسكو. أوه تحطمت مسيرتها، فيها رسالة من المدربة. فكرنا البارحة في إبعادك عن التشكيلة بعد تشكيكك في المديرة. الموت لا تقولها.
أنت تعتقدين أنني والله شكلها مع السلامة منك. وذلك لمعرفتي كم ستكونين رائعة، فأنت تملكين موهبة كبيرة، لهذا أنت هنا. شكرا مدربتي، لن أخذلك أبدا. عقلي أنت، امسك لسانك. أوه، وتريد المديرة أن تبدأي في التشكيلة الأساسية في المدرسة. أهلا. اغتنم الفرصة. هذه فرصتك. ما عليك، والله لا أكل العش بعادي. شكرا مدربتي. صح والله، أساسي، أساسية أقصد. نسيت تقريبا. اجتماع الفريق. شافتها وهي ترقص. أجل. تابعي. الموت يا الإحراج. كملي على خفيف، على خفيف. طيب، ودي ألعب المباراة في حلقة اليوم الصراحة. واضح حلقتين ما راح يطلع فيها أليكس يا عيال. يعني نشوف ألكساندر في الحلقة الجاية بإذن الله. بسم الله نبدأ هذه المباراة. أوكي، أساسية ضد السويد، لازم أهداف، أنتي لازم أهداف. أوكي، بداية المباراة على طول. أنكرة كيم، أنكرة كيم هانتر، كيم هانتر، كيم هانتر. تمريرة، تمريرة، تمريرة ثاني مرة. كم في كلام كثير في وسائل الإعلام عن سبب الغياب على المباراة الماضية، وهل هناك خلاف موجود مع المدرب؟ لكن اليوم لا مجال للخلاف. حلوة مورغان، اصبر هانتر، اقصد ايش دخل مورغان؟ يا الله، تابعنا ما نشر عن الخلاف اللي حصل بين كيم هانتر ومدرب المنتخب. يا فارس عوض، تدري عن كل شيء انت؟ لا اله الا الله، رادار اكيد راح يكون. سلام يا الله، اكسبي الله. كيم هانتر، طبعا من رجل هانتر، رجل المدافع للعارضه للرميه التماس في الاخير. يلا يا كيم يا عمي، كلهم اسرع من كيم، وش ذا؟ اوكي حلوه، اوه جميله والله، جميله. هانا فولكسون للصدفه اليوم هي اللي تحتفل بعيد ميلادها. قايل لكم يدري عن كل شيء، والله يدري، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام، كيم هانتر، كيم هانتر، يو يا كيم، فلسفه بعد مسويها فيها. اهديها شوي، ناولي ناولي ناولي، والجول من كيم هانتر. وش احتفالية ليفاندوسكي هذه؟ ابغى فوق فوق فوق، كنسل، ابغى فوق. وهذا طولها وين؟ تولا مب بني ادم. يا ساتر، وش تبي ذي الحين؟ العب بحال وخر انت، يقولون عنك مدربه انت. ابعد ابعد، بس ابعد، لا تلوثنا. كيم هانتر تنطلق للمنطقة ومعها مورغان، وكيم هانتر يا عيني، راسية جميلة. اوف اوف اوف، صار عنده احتفالية خاصة. طب وراك بتصيحين؟ اضحكي عادي ترى. كيم قالت ابلعب اساسية عشان اثبت كل قدراتي، لعبت وسجلت هدفين. يعني يا ليل التحضين، انا اقول صفر يا حكم وعطنا الفوز هدفين، هدفين الكيم. أقف هنا مع كيم هانتر ذات 17 عاماً بعد أن أحرزت اليوم أول هدف لها في كأس العالم. كيم، بماذا شعرت حين ذاك؟ رائع، أشبه بحلم تحقق، أشعر بذلك. اعتدت وأنا طفلة على أن أتظاهر بأنني أحرز هدفاً في كأس العالم، والآن صار الحلم حقيقة، بل وأفضل مما تخيلت يوماً. حسناً، أتمنى لك النجاح في المباريات القادمة. شكراً، أقدر هذا. شكراً لك كيم. أوكي، في عرض، أتوقع أن هذا آخر شيء بنشوفه في حلقة اليوم. الوالد. شكراً لك. أوكي. إيه مسيو، شكراً. مو بزير. هذا المكان سخيف. أوح. وجه الشكر إلى أخيك، لقد قام بتنسيق الطاولة وال. هانتر، هانتر ما طلع في حلقة اليوم والله ابدا. اصبحت لديه حياة خاصة. اجل، بالتأكيد فعل. حاقدة على اخوها، سحب عليها. تهانينا الحارة لك ابنتي في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم. انه مستوى اخر. فلنوفر الكلام الحماسي يا ابي، فلدي ما يكفي من دو سيلفا. وراها ذي بنفسه. لم اقصد اهانتك يا كان، لكن الأمور باغتتني فقط. اعترفي بأنه تغيير كبير، لكن عدم الذهاب إلى الكلية، ماذا لو حدث شيء ما في سيادتك؟ كل ما أردت فعله أتحدث عن الأمر فقط لأرى، وما فعلت هو إحباطي. والله على طول فجر. هل أعرف شعور أليكس؟
كام رجاء. أنا آسفة. جابت العيد. إنها حياتك يا كام، مسيرتك، اختيارك. بإمكاننا الاستمرار بالتحدث عن الأمر إذا رغبت بذلك، فقط حاولي ألا تكوني منبهرة. أعرف أنك تريد الاعتناء بي، لكني لست مثلك يا أبي. لدي فرصتي لأقوم بشيء مميز، لأكون شخصا مميزا. عليك أن تتركني وشأني. يعني هدي شوي، فهمت؟ هدي شوي، خصوصا في موضوع الكورة، لأنها ناجحة هي يعني في البداية. شوي رباط صليبي وتروح الجامعة وتروح الكورة. أوه، انتهينا من الفصل الثاني. إن شاء الله الفصل الجاي بنبدأ في الحلقة الجاية. غريب إن قصة هنتر ما يطلع فيها هنتر، يعني حلقة اليوم بسمع عليه. لا تنسون يعني تشتركون في القناة وتنتظرون الحماس اللي بيصير الفصلين الجاية. الفصلين هذه الأولى أخذنا فيها 4 حلقات، ممكن الفصلين الجاية برضو نأخذ فيها 4 حلقات. باقي لنا واجد في أليكس هنتر. فبس هذا اللي كان عندي، أتمنى لكم الاشتراك ومع السلامة. وش تأذن في إذني ذي؟ خلاص.